مصطفى ركبنا السياره سديت البطل اثنين فوق رؤوسنا. يعني الكل يعلم بأن مدينة كركوك تشهد بالأشهر الأخيرة تصعيدا غير طبيعيا ولا سيما بعد أزمة العلم وأزمة الاستفتاء المزمع إجراه في 25 أيلول، ومع الأسف هذا التصعيد وصل في ليلة البارحة إلى الاشتباك المسلح في مدينة كركوك بعدما قام مجموعة من الشباب الطائشين الذين يحملون على عجلاتهم أسلحة أوتوماتيكية وقنابل يدوية وصاروخ RPG-7 بالاعتداء على أولا على مقر الحزب الحركة القومية وبعد ذلك على فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية وعلى نادي المصلى الرياضي. أدى هذا الاشتباك لمدة أكثر من 25 دقيقة إلى نصف ساعة دون أي تدخل من قوات الأجهزة الأمنية الموجودة في مدينة كركوك المتمثلة بمديرية شرطة كركوك أو الأسايش التابعة للحزبين الكرديين. Thank you.